مع ان نجوم فريق جنز يونايتد يعني انتهت المباراه 11-1 اكبر نتيجه في تاريخ ترابط، ومع ان اهداف خالد جليمي 9 اهداف ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الله، وخالد بن سلمان ما شاء الله 6 اسيست يعني فانتسي فجاه لعبنا كابتن وحطوني والمدرب سلمان عبد الرحمن ما قصر، حتى النتيجه كانت 6-7 نشوفك تشجع الفريق تبيهم يسجلون زياده. فنبدا مع فاعل اسيست، عطنا يعني رايك في المباراه ورايك في فريقك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه كلكم شباب على المجهود والتنظيم، خوش بطوله الصراحه، ويعني واللي فيها زين ان انتم اللي تشتغلون مو بغيركم يعني. صراحه احنا نشارك بطولات لكن هذه يعني من احسن البطولات لان انتم فيها وربعنا وما شاء الله عليكم التنظيم من احسن ما يكون. يعطيك العافيه ما تقصر. وعن المباراه البركه في الشباب كلهم ما قصروا، والهداف بعد ما قصر، والشباب كلهم فيهم الخير ان شاء الله. المهم الحين البطوله تبتدي من المباراه الجايه، الحين هذه مجرد بدايه وان شاء الله احسن ان شاء الله. ان شاء الله. وش رايك في المباراه؟ 9 اهداف توقعت انك بتسجل هالعدد اليوم؟ صراحه لا يعني، بس البركه في الشباب ما قصروا، ساعدوني وايد. والفريق الثاني صراحه ادى بس كانوا ناقصين، ساعدوني يعني وايد. وان شاء الله يعني المباراه الجايه بتكون اصعب. ما بقدر اسجل 9 اهداف. خلاص الهداف لازم نعطيك منها. ان شاء الله نشوف. يعطيك العافيه وكلمه اخيره للمدرب، في فريق وصلنا انك تبي تسمع الكاس. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللي اقدر اقول ردي حق فريق وولفز، يعني هو خصم قوي بس انه في نفس الوقت اقدر اقول ان فريق جانرز يونايتد هالسنه داش بقوه ان شاء الله، وان شاء الله نتلاقي في الفاينل وبيبين من الفريق الاحسن بيكون في الفاينل، واكثر الظن يعني بتشيلون اسم وولفز وبتحطون جانرز يونايتد. هاي تصريح من كوتش جانرز. يعطيكم العافيه ما قصرتوا وتستاهلوا.